طيب بالنسبة للأسماء، قلنا تاني إن الأسماء لما هاجي أحولها للفعل، هاجي أحولها للمثنى زي فتيان. لو فتيان عندي لقيت الكلمة فيها ياء كده، أنا هكتبها ألف مكسورة اللي هي في الأصل فتى. طيب وعصا، عصا آخرها واو، هي المثنى بتاع عصا إيه؟ عصا عصوان. عصيان عصوان فيها واو، عصوان. فأول ما ألاقي فيها واو يا أسيل هرجع للأصل وأكتبها ألف ممدودة بالمنظر ده. يبقى لما ألاقي ياء هتتكتب ألف مكسورة، ولما ألاقي واو هكتبها ألف ممدودة. طيب وكلمة ندى، نديان، نديان فيها ياء، فأنا كده هكتبها ألف مكسورة. ده بالنسبة لجزء الأسماء. يبقى تاني جزء الأسماء عندي، جزء الأسماء عندي إن أنا هحوله للمثنى، ولما أجي أحولها للمثنى لقيت فيها ياء هكتبها ألف مكسورة، لقيت فيها ألف، أنا آسفة، لقيت فيها واو هكتبها ألف ممدودة. يبقى ي ألف مكسورة، واو ألف ممدودة. طيب عندي إيه تاني في الأسماء؟ تعالي نشوف هو بيقول لنا إيه. الأفعال بترجع إلى المضارع، برجعها للمضارع، أما الاسم بحولها للمثنى. لقيت ياء هكتبها ألف مكسورة، لقيت أصلها واو هكتبها ألف ممدودة. طيب إيه تاني عندي في الأسماء؟ طيب لو الاسم زايد عن 3 حروف يا أسيل زي الأفعال هكتبها ألف مكسورة، زي مستشفى، الميم والسين والتاء والشين والفاء، دولت 5 حروف زايدة عن 3، هكتب في الآخر على طول ألف مكسورة. تعرفي تقولي لي يا أسيل اسم شخص آخره ألف مكسورة؟ في اسم شخص ولد، اسم ولد اخره الف مكسوره. فكر فكر فكر. ندى اسم ولد ندى. مصطفى، الميم والصاد والطاء والفاء، أكتر من 3 حروف هكتب آخره ألف مكسورة، مصطفى. وعندي كبرى، يبقى مستشفى ومصطفى وكبرى، دولت أسماء زايدة عن 3 حروف. أول ما ألاقي الاسم زايد عن 3 حروف هكتب فيه إيه؟ هكتب فيه الألف مكسورة في الآخر. طيب إيه تاني؟ لو الكلمة آخرها يا أسيل هكتب آخرها ألف ممدودة، زي كلمة هدايا، الياء اهي اخرها ياء، زي كلمة خطايا، خطايا اخرها ياء، يبقى هكتب ألف مكسورة. هدايا اخرها ياء، يبقى هكتب ألف مكسورة. تمام كده. طيب في نقطة تانية قبل ما أبدأ في الإملاء. بص يا سيدي، أنا عندي حروف، أنا عندي، أنا أسفة، أسماء اسمها أسماء أعجمية. يعني ايه كلمة أسماء أعجمية؟ يعني أسماء غير عربية، زي فرنسا. هي فرنسا اكتبها ألف لينة ولا ألف مكسورة؟ أسيل، نعم. فرنسا، كلمة فرنسا وأمريكا هكتب آخرها ألف لينة ولا ألف مكسورة؟ ألف لينة، أقصد مكسورة. متأكدة؟ يعني فرنسا هتبقى كده يا أسيل؟ هتبقى كده فرنسي؟ لا، أمال هكتبها إزاي؟ الألف هتبقى إزاي؟ وقف كده. وقفة، اسمها إيه بقى؟ ايه؟ اسمها إيه الوقفة دي؟ ممدودة، اسمها إيه؟ يبقى ممدود. كلمة فرنسا بالمنظر ده، وأمريكا ألف ممدودة بالمنظر ده. طب في أسماء عندي شاذة، يعني مختلفين شوية، زي ما أجي أقول عيسى، تعرفي تقولي لي عيسى وموسى آخرهم إيه؟ ألف ممدودة اللي هي الطويلة ولا ألف مكسورة؟ أسيل، اقعدي يا أسيل وقولي لي، عيسى وموسى
اخرها الف ممدوده اللي هي الطويله العصايه، ولا اخرها الف مكسوره اللي هي الياء من غير نقطتين؟ ألف اخرها ايه؟ الألف اللي هي طويلة. متأكدة يعني؟ أنا عايزة هكتبها كده يا ياسين. لا، عيسى هكتبها بالمنظر ده، آخرها ألف مكسورة، عيسى موسى، آخرها المنظر ده. تمام كده ياسين؟ تمام. ده بالنسبة للقاعدة عندي اللي احنا أخدناها النهاردة، واسمها الألف اللينة. يلا بينا، جاهزة للإملاء؟ يلا بينا حبيبتي. ثواني. يلا بينا ياسين من أول السطر. إيه؟ سامعاني كده يا أسيل؟ أسيل يلا بينا القطع يا أسيل. من بداية السطر: عادة ما تهاجر الطيور، عادة عادة ما تهاجر الطيور، في الصيف شمالا. مش بعد عادة ايه؟ ما عادة ما، ما أيوة، عادة ما تهاجر، عادة ما تهاجر الطيور في الصيف شمالا، في الصيف شمالا. في الصيف شمالا فصلة. خلاص أسير، انت بتمشي بتتحركي ولا بتكتبي؟ لا أنا بس عادة ما تهاجر الطيور في الصيف شمالا فصلة، هربا من، هربا من، في الصيف شمالا. في الصيف شمالا خلاص كده فاصلة، هربا من، هربا هربا مش من، هربا أيوة، هربا هربا تنوين بالفتح، هربا من، هربا من كتاب ارتفاع درجات الحرارة، هربا من ارتفاع درجات الحرارة. فصلة، الله وتهاجر جنوبا، وتهاجر جنوبا إلى المناطق، إلى المناطق
الأكثر دفئا مش إلى هي المناطق. مناطق ألف؟ أيوة إلى المناطق، ألف ولام أولها، إلى المناطق. لا أقصد باب النور. بعد النون في ألف، بعد إلى المناطق الأكثر دفئا. لفصل الشتاء.